اخبار مهمه. في حزب حماه الوطن عقد مؤتمره الاول. المؤتمر كان عن وظائف ومهارات المستقبل في عصر الذكاء الاصطناعي او الاي اي. ده كان بمشاركه نخبه كبيره من الخبراء والقيادات الحزبيه الحقيقيه. الحقيقه المؤتمر مهم ومحتوى المؤتمر مهم، واللي خلص اليه المؤتمر والنتائج والتوصيات في اخر المؤتمر كانت مهمه جدا. خلينا نشوف ونرجع قبل ما تاني. نشوف بعد اذنك، هو ده اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي، التوجه الدوله انها بتساعد ولادنا يطلعوا لسوق العمل ناس شاطره في التكنولوجي واحدث التقنيات، فمؤتمر مهم. اشكرك جدا. طبعا نشوف المؤتمر. من منطلق اهتمام الدولة المصرية بمواكبة التطور التكنولوجي وتمكين الشباب، نظم حزب حماة الوطن مؤتمرا تحت عنوان مستقبل الوظائف والمهارات نحو مستقبل مستدام، وذلك بحضور الفريق جلال الهريد رئيس حزب حماة الوطن وعدد من السفراء وممثلي الوزراء، بالإضافة إلى أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وقيادات وأعضاء وكوادر الحزب. طبعا وظائف المستقبل ان شاء الله اللي بتتطلب مهارات معينه، لابد ان طبعا الشباب وهم دول طبعا المستقبل ان يكون متدرب تدريب جيد على هذه المهارات وتكنولوجيا المعلومات للوصول الى يعني الجمهوريه الجديده اللي ارسى دعائمها فخامه رئيس عبد الفتاح السيسي، اللي هيكون اساسها طبعا المعلومات والبرمجيات. قطاع التدريب طبعا بيملك بامكانيات حديثه بتؤهل الشباب في جميع المستويات التعليمية والثقافية. ممكن بنأهل شباب من المهندسين بكافة التخصصات، بنأهل الشباب الخريجين دبلومات فنية سواء متوسطة أو فوق المتوسطة. أغلب الوظائف اللي موجودة دلوقتي هتندثر وهيظهر وظائف أخرى مرتبطة بالتكنولوجيا والتقنية الحديثة، فدي بعتبره الجرس إنذار لجميع القائمين على عملية التعليم والتدريب في مصر لتأهيل الشباب لوظائف المستقبل. ننوه على الإعمار الذي تشهده بلادنا ليبيا في هذا العام من خلال صندوق التنمية وإعادة الأعمار برئاسة المهندس والقاسم خليفة حفتر، والشركات المصرية التي دخلت الآن لإعادة الأعمار للكثير من المدن الليبية، وبهذا الصدد وفرت فرص عمل للشباب المصريين والشباب الليبيين. في عندنا خطط خاصة بالتدريب، بنعمل مجموعة من البروتوكولات على مستوى الجامعات وعلى مستوى القطاعات المختلفة عشان يقدر يستفيد منها المواطنين، ونقدر نحمي المواطن العادي من استخدام أو مدار استخدام التكنولوجيا الحديثة، ويكون عنده القدر الكافي من الوعي في كيفية التعامل مع هذه التكنولوجيا. المؤتمر شهد توقيع بروتوكول تعاون بين حزب حماة الوطن وكل من وزارة الإنتاج الحربي والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومجمع عمال مصر الصناعية، وذلك بهدف توفير عدد من البرامج التدريبية والتوعوية وفرص العمل للشباب المصري. كما استضافت الجلسات نخبة من المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومجالي التعليم والاقتصاد لتسليط الضوء على مستقبل الوظائف في عصر الذكاء الاصطناعي، بالإضافة لربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل.